السلام عليكم. راح اليوم نتكلم عن مساق الرياضيات العامة. راح نتكلم فيه عدة فصول أو 4 فصول تقريبا. حتكون المساق كامل على 4 فصول، مقسم إلى 4 فصول. راح نتكلم اليوم عن اللي هو الفصل الأول. الفصل الأول بيتكلم عن الاقترانات أو الفانكشنز. طبعا عندنا مفهوم أو عندنا فكرة سابقة عن مفهوم الاقتران من قبل. مفهوم الاقتران بنسميه كنا في بعض الأحيان الدالة. الاقتران بيأخذ من صورة من المجال أو بعض العناصر أو كل العناصر من المجال إلى المجال المقابل، بحيث يكون لكل عنصر في المجال له صورة في المجال المقابل. بمعنى أنه لو جينا أخذنا أو عرفنا الأف كدالة أو كاقتران، الصورة أو الصور المجال حتكون هي عناصر الدي، المجال المقابل حتكون جزء من أو عفوا المجال المقابل حيكون هو الواي، لكن صور العناصر اللي في المجال اللي موجودة في الواي راح نسميها المدى، نسميها مدى الاقتران. بمعنى انه الدي تمثل جميع قيم اللي يمكن ايجاد الصور لها تحت تأثير قاعدة الاقتران اف، هنرمز لها بالرمز الدومين، والواي هي جميع العناصر اللي ممكن تكون صور الاقتران اف فيها او من خلالها او جزء منها، هذا بنسميه المجال المقابل. لكن مجموعة الصور لا المجال حتكون هي مجموعة اللي هو بنسميها المدى. في عندي اللي هو طبعا هذه فكرة بسيطة عن اللي هو الاقتران. طبعا أكيد مرت عليكم من قبل فكرة الاقتران أو في خلال دراستكم في الثانوية العامة مر معاكم هذا التعريف. طيب لكن في عندي اليوم كمان بعض الاقترانات راح نعرفها وراح ندخل في تفاصيل هذه الاقترانات. بداية اللي هو الاقتران الثابت. الاقتران الثابت انه بيأخذ جميع العناصر من المجموعة اكس. لو افترضنا المجموعة اكس هي مجموعة المجال او الدومين للدالة، حيكون اللي هو الاكس موجود في دومين الدالة او في مجال الدالة، والصورة عندي الـ f of x للـ x هي دائما قيمة ثابتة، فبنسمي هذا الاقتران اقتران ثابت. طبعا في عندي أمثلة كثيرة على هذا الاقتران، منها انه لو أخذنا أي مثال عندي حدد، بقول ارسم منحنى الاقترانات التالية محددا مجال ومدى كل منها. طبعا الـ f of x بتساوي 3، في عندي الـ g of x بتساوي سالب 1، h of x بتساوي 6. هنلاحظ انه لجميع قيم x في الامثله الثلاثه انه ممكن تاخذ جميع قيم r، لكن الصوره للاكس دائما قيمه ثابته. بمعنى انه في المثال الاول انه f of x بتساوي 3، انه لكل قيم x موجوده في المجال الصوره في المجال المقابل هي كام؟ هي 3، وبالتالي قيمه ثابته. نفس الشيء عندي في المثال الثاني، انه لو اخذت اي قيمه ل x من الاعداد الحقيقيه اللي هو مجال الداله او مجال الاقتران j او g، حتكون الصوره اللي هو سالب 1، وبالتالي اقتران ثابت. نيجي ناخذ شكل الرسم للمنحنيات الثلاثه. في الحاله الاولى كان f of x بيساوي كام؟ 3. إذا على جميع قيم x في المجال القيمة دائما بتكون عند y ثابتة، اللي هي f of x بتساوي 3. لذلك بنسميه خط مستقيم أو خط دائما بكون موازي لمحور السينات أو محور x. بالنسبة للمثال الثاني حتكون قيمة j of x أو g of x هتساوي سالب 1، وبالتالي مجموعة السالب 1 لجميع قيم x في المجال من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. لاحظوا في المثال الأول دومين الـ f هو الـ r من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية.
الرينج عندي هيكون 3 فقط، المجموعة 3. دومين الدالة الثانية أو الاقتران الثاني هي برضو أيضا مجموعة اللي هو الأعداد الحقيقية من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. طيب المجال تبعها، المجال تبعها هيكون اللي هو كام؟ السالب واحد، السالب واحد، أو المدى تبعها السالب واحد. طيب كذلك في مثال 3، الدومين للأتش هو الأر والرينج عندي هو الصفر، القيمة صفر. في عندي اقتران ثاني أو ثانيا، خلينا نأخذ الاقتران الخطي. الاقتران الخطي هو كثير مألوف إلنا ودائما بنشوفه وبنسميه اقتران خطي لأنه بيرسم خط مستقيم، عند رسم هذا المنحنى بيرسم خط مستقيم، لذلك بنسميه اقتران خطي. طبعا هو معادلة من الدرجة الأولى، بنلاحظ المعادلة من الدرجة الأولى هذه، بنلاحظ أن المعادلة هذه من الدرجة الأولى أنه الـ A والـ B ثوابت والـ X الأس تبعها اللي هو مقداره واحد، وبالتالي سميناها معادلة من الدرجة الأولى. طبعا الـ A هنسميها معامل X والـ B هو الحد الثابت. بنلاحظ أنه A و B أعداد تنتمي إلى مين؟ إلى الـ R، والـ A لا تساوي صفر، لأنه إذا الـ A بيساوي صفر يتحول الاقتران من اقتران خطي إلى اقتران ثابت، إلى اقتران ثابت، لذلك الـ A لابد أنها ما تكونش بتساوي صفر. طبعا مجال ومدى الاقتران الخطي دائما بكون هو ايش عندي؟ R، لأنه دائما كل ما اخترت قيمة لـ X راح تطلع قيمة مقابلها الـ F of X تعتمد على قيمة X، وبالتالي لو اخذنا قيم X من السالب ما لا نهاية إلى الموجب ما لا نهاية راح نلاحظ أنه قيم Y حتاخذ من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. هذا بنسميه اللي هو الاقتران الخطي. طيب كيف بدنا نرسم هذا الاقتران؟ طبعا رسم الاقتران عادة بشكل بسيط جدا، نحدد نقطتين أو 3 على محور X، وبنحدد الصور تاعتهن أو المقابلهن على محور Y، وبالتالي بنقدر نرسم هذا المنحنى. نشوف مثال على رسم المنحنيات. المثال بيقول لي ارسم منحنيات الاقتران التالية محددا مجال ومدى كل منها. في عندي مثالين، راح نشوف المثال الأول اللي هو f of x بيساوي 2x ناقص 1، 2x ناقص 1. طيب أول شيء راح نشوفه أنه حناخد قيمة x بتساوي 0. لو أخذنا قيمة x بتساوي 0 الصورة تبعتها أو الصورة المقابلة إلها في الواي اللي هي f of 0 راح تساوي 2، على حسب قاعدة الاقتران 2 في 0 ناقص 1 حتساوي سالب، هتساوي السالب 1. لو أخذنا الـ X بتساوي 1 فالـ F of 1 راح تساوي كام؟ 1. هنعمل جدول بسيط جدا بقيم لـ X وقيمة اللي هو القيمة المقابلة إلها على حسب قاعدة الاقتران F of X بتساوي 2X ناقص 1. هنلاحظ إنه هنا بتساوي 0، المقابلة القيمة المقابلة إلها سالب 1. لو أخذنا الـ X بـ 1 هتطلع عندي بـ 1. إذن في عندي نقطتين الآن، نقطتين حتى أحدد اللي هو أحدد رسم هذا المنحنى. النقطة الأولى هي 0 وسالب 1، النقطة الثانية هي 1 و 1. لو جينا على المستوى حددنا محور X بهذا الشكل ومحور Y بهذا الشكل، هنلاحظ أن النقطة الأولى 0 وسالب 1، 0 وسالب 1 حتيجي على محور Y النقطة اللي موجودة قدامي هذا. بعدين النقطة الثانية هي 1 و 1، هتيجي عند 1 بقيمة X هيكون مقابلها Y. هنحدد النقطة الثانية هنا، لو وصلنا الخط بين النقطتين حيطلع معي خط مستقيم، لذلك سميناه اقتران خطي أو اقتران اللي هو الاقتران من الدرجة الأولى، اقتران من الدرجة الأولى. طيب نيجي الآن اللي هو المثال الثاني. هنلاحظ أنه في المثال الثاني عندي قيمة الـ J of X بتساوي 3 ناقص 2 X، 3 ناقص 2 X. طبعا لاحظ انه الحدود مقلوبة، بمعنى انه المفروض يكون على شكل حتى نحطه على الصورة العامة الـ J بتساوي 3 ناقص 2 X، خلينا نحطه على الصورة العامة
الصورة العامة تبعته ناقص 2 اكس زائد 3. هنقلب هاي مكان، يعني بمعنى هذا حيجي هان وهذا حيجي بهذا الشكل. اذا بصير عندي اللي هو ناقص 2 اكس زائد 3. هنلاحظ انه الاي في الحالة هذه بيساوي ناقص 2 اللي هو معامل اكس، والحد المطلق بيساوي 3. المهم يبدو انها واضحة ومفهومة، ما فيش فيها اي اشكالية. الان هناخد قيم لا اللي هو الاكس ونشوف قيمة اللي هو قيمة الدالة g of x عند هذه القيم. لو اخذنا x بتساوي 1، قيمة الجي اوف 1 شو بتساوي؟ 3 ناقص 2 في 1 اللي حتساوي 1، اللي حتساوي 1. اذا النقطة الأولى هي عند x بتساوي 1، الجي اوف 1 بتساوي 1. اذا النقطة الأولى 1 1، هنعملها في جدول 1 1. النقطة الثانية لو اخذنا x بتساوي 0 اللي هي نقطة التقاطع مع محور y او مع قيمة ال f of x، نقطة المقطع بنسميها او المقطع في محور y، عند x بتساوي 0 هنلاحظ انه ال j of 0 حتساوي كام؟ 3. اذا عند 0 x بتساوي 0 ال y او ال j of x اللي هي ال y بتساوي كام؟ 3. اذا حصلنا على النقطتين، بقدر من خلال هذول النقطتين انا احدد اللي هو رسم الخط المستقيم اللي عندي. وهنلاحظ انه مجال الدالة هو R والرينج تبعها ايضا هو اللي هو الاعداد الحقيقية الـ R. في عندي اقتران ثالثا، هناخد الاقتران التربيع او هنشوف الاقتران التربيع. زي ما حكينا الاقتران الاول او الاقتران الخطي هو معادلة من الدرجة الاولى، معادلة من الدرجة الاولى. هنلاحظ الاقتران التربيعي كل من اسمه بمعنى انه اقتران تربيعي يعني حيكون في اللي هو الدرجة تبعته درجة من الدرجة الثانية، بمعنى انه f of x حتكون بتساوي، طبعا هذا معامل الـ x تربيع، وهذا هو اللي بيعنيني فيه انه المعادلة تربيعية او اقتران تربيعي، التربيع اللي هو على الـ x هنا. اذا a في x تربيع زائد b في x اللي هو b في x زائد c، حيكون عندي الـ a والـ b والـ c هي اعداد ثوابت او اعداد حقيقية. والـ a طبعا بالتأكيد لازم ما يساويش صفر، لأنه لو الـ a ساوى صفر هتحول المعادلة أو هيتحول الاقتران من اقتران تربيعي إلى اقتران شو؟ إلى اقتران خطي، إنه bx بتساوي أو زائد c، bx زائد c. في عندي كمان اللي هو كيف نعرف أو كيف نعرف نرسم نحدد مجال هذا الاقتران. طبعا مجاله دائما بكون له قيم اكس بتاخذ اللي هو الاعداد الحقيقيه، قيم اكس بتاخذ دائما الاعداد الحقيقيه، بمعنى انه هي ار، الار هي الاعداد الحقيقيه ريال نمبر. مدى الاقتران، المدى اللي موجود في اللي هو على محور واي زي ما حكينا تبعا للاحداثيات راس منحنى الاقتران، هيكون عندي راس المنحنى بين النقطه ناقص بي على 2 a في الاكس وصورتها في اللي هو على محور واي اللي اف في ناقص بي على 2 a. طبعا هذه راس منحنى الاقتران. طيب بدنا نعرف هذا راس المنحنى. طيب هل الان بدنا نعرف شكل المنحنى، مفتوح الى اعلى ولا الى اسفل؟ هذا طبعا منحنى تربيعي. هنلاحظ انه معامل الاكس تربيع اللي هو الاي اشارته حتكون طبعا اشارته اللي هو معامل الاكس تربيع بتكون على النحو التالي، بتكون طبعا الاي اول شيء هيكون على اي اكبر من صفر واي اقل من اللي هو الصفر، هيكون سالب او موجب. بكون منحنى الاقتران مفتوح لاعلى ومداه هو من عند النقطة f of ناقص b على 2a إلى ما لا نهاية إذا كان معامل الx تربيع قيمة موجبة، فبكون المنحنى مفتوح إلى وين؟ إلى مفتوحا من أعلى. طيب نيجي الآن إذا كان الa أقل من الصفر، الa أقل من الصفر بكون المنحنى مفتوحا من أسفل ومداه هو من السالب ما لا نهاية. لاحظ هنا من عند النقطة
على محور واي من ناقص بي على 2 الى موجب ما لا نهايه، الى الاعلى، الى موجب ما لا نهايه. لكن هنا عندي لما يكون الاي اقل من الصفر يعني قيمه سالبه، هيكون من سالب ما لا نهايه المدى، طبعا بحكي عن المدى الان، من النقطه اف من سالب ما لا نهايه الى النقطه على محور واي اف في ناقص بي على 2 اي، وبننزل فيها للسالب ما لا نهايه. طيب نيجي الان لا اللي هو شغله ثانيه، خلينا نشوف كيف نرسم منحنى الاقتران، كيف نرسم منحنى الاقتران. طبعا انا بحتاج لرسم منحنى الاقتران زي ما حكيت، بحتاج نقطه الراس، وبحتاج اعرف انه الى اعلى او الى اسفل. وشغله ثانيه بدي اشوف ايضا كمان وين نقاط تقاطعه مع المحاور، يعني ممكن يكون المنحنى تربيعي وبيتقاطع مع محور اكس وبيتقاطع مع محور واي، فممكن نحدد ايضا هذه النقاط بوضع اكس، مره اكس بتساوي صفر ومره واي بتساوي صفر. نشوف كيف بدنا نحاول نرسم هذه الاقترانات. في عندي اقتران اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع من الامثله، وفي عندي بقول لي طبعا حدد كل من المجال والمدى لكل منها. بعد رسمها حنحدد المجال والمدى. طيب عندي السؤال او المثال الثاني، اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع زائد 1، اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع زائد 3. المثال الثالث، المثال الرابع عندي اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع زائد 4 اكس. نشوف المثال الاول. لاحظوا لو جينا اخذنا الاف اوف اكس بيساوي اكس تربيع، حطينا على الصوره العامه. شو هي الصوره العامه؟ الصوره العامه اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي، هذه هي الصوره العامه للمعادله او للمعادله التربيعيه او للاقتران التربيعي. هنلاحظ انه اي بتساوي 1 معامل الاكس تربيع، البي بتساوي 0، سي بتساوي 0. طيب الاي موجبه ولا سالبه؟ الاي اكبر او الاي بتساوي 1 وهذا اكبر من الصفر، اذا فتحه المنحنى من وين؟ من اعلى، فتحه المنحنى من اعلى او المنحنى الى اعلى. نيجي نحدد المجال. المجال عندي كل القيم الحقيقيه وكل الاعداد الحقيقيه. نيجي نشوف راس المنحنى، كنا راس المنحنى بناخذ قيمة x على شكل ناقص b على 2a، بنحدد قيمة x، قيمة أو صورتها على حسب الاقتران هي بتحدد نقطة، هذه النقطة بتكون هي رأس المنحنى، بمعنى x بتساوي ناقص b على 2a حتساوي 0 على 2 حتساوي 0، هذه النقطة x. طيب أنا عشان أحدد نقطة في المستوى بحتاج زوج مرتب من الأعداد، بحتاج نقطة في x ونقطة من y. طيب x عندي بتساوي صفر، الواي عندي حتساوي f في ناقص b على 2a اللي هي f اوف صفر على حسب قاعدة الاقتران هو x تربيع عندي، إذا f اوف صفر حتساوي صفر تربيع اللي حتساوي صفر، إذا رأس المنحنى عند النقطة صفر وصفر، وهو المنحنى من أعلى، المنحنى فتحة المنحنى من أعلى، وبالتالي مدى الاقتران حياخذ من صفر من النقطة y بتساوي صفر إلى ما لا نهاية. النقطة y بتساوي صفر إلى ما لا نهاية، بكون هذا هو المنحنى. طبعا بضل نقطة تقاطعه مع محور y ونقطة تقاطعه مع محور x، زي ما حكينا النقطتين هذول مهمات وضروريات. ممكن نحط عند تقاطعه مع محور y نحط ال x بتساوي صفر، عند ال x بتساوي صفر، وعند تقاطعه مع محور x بنحط ال y بتساوي صفر اللي هي f of x بتساوي صفر. نجرب، لو اخذنا اكس تربيع بتساوي صفر هذا معناته الواي بتساوي صفر، اذا او عشان نشوف نقطه التقاطع مع 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 محور اكس هنلاحظ انه اكس تربيع بتساوي صفر، هذا بيؤدي لانه الاكس بتساوي كام؟ صفر. اذا النقطه صفر وصفر ايضا هي نقطه تقاطع محور مع محور واي واكس عند اللي هو النقطه اكس بتساوي صفر. نفس القصه لو اخذنا الاكس بتساوي صفر فقيمة الدالة اف اوف صفر حتساوي صفر، برضه هي النقطة نفسها صفر وصفر. إذا المنحنى بهذا الشكل هو منحنى، نقطة تقاطع مع محور واي عند النقطة صفر وصفر، نقطة تقاطع مع محور اكس أيضا النقطة صفر وصفر، المنحنى الفتحة المنحنى إلى أعلى، إذا هذا بنسميه الدالة التربيعية. طيب أو المنحنى التربيعي. نيجي نشوف مثال ثاني، مثال ثاني عندي انه اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع، اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع. طيب من الصوره العامه للاقتران التربيعي بنلاحظ انه اي بتساوي 1، بي بتساوي 0، سي حتساوي 1،
طيب اللي هي على حسب لو حطيناها على الشكل العام للمعادلة التربيعية هنلاحظ بي بتساوي صفر اللي هي معامل الإكس، ما فيش عندي إكس في المعادلة، فيش عندي إكس، في عندي إكس تربيع معاملها واحد والسي اللي هي بتساوي واحد، لكن البي معامل الإكس تربيع معامل الإكس مش موجود، وبالتالي البي بتساوي كام؟ صفر. طيب فتحة المنحنى لأعلى لأنه الـ A بتساوي صفر وهذه أكبر معامل الإكس تربيع، الـ A بتساوي واحد أكبر من الصفر، ما دام كانت أكبر من الصفر إذا بقول فتحة المنحنى بين وين؟ لأعلى من أعلى. طيب نيجي للمجال، المجال المتعلق بقيمة X، طبعا حيكون عندي جميع الأعداد الحقيقية، ممكن أختار أي رقم في الأعداد الحقيقية يحقق لي هذه يحقق لي هذه المعادلة أو هذا الاقتران. رأس المنحنى، نيجي لرأس المنحنى، احنا محتاج في رأس المنحنى انه x بتساوي ناقص b على 2 ايه حتساوي صفر. هشوف قيمة عند او قيمة الاقتران عند القيمة صفر اللي هي y بتساوي f اوف صفر حتساوي صفر تربيع على حسب قاعدة الاقتران، زائد واحد حيساوي كام عندي؟ واحد. ما دام عندي واحد يبقى النقطة اللي عندي صفر وواحد، هذا الزوج المرتب اللي ممكن احطه على المنحنى اللي هو صفر وواحد، هي النقطة هذه اللي موجودة عندي، هذا هو الصفر والواحد، هذه النقطة اللي موجودة عندي. تمام؟ تمام. نيجي لمين؟ لا اللي هو تقاطع مع محور واي، عشان نقاطع المنحنى مع محور واي بنحط قيمة اللي هو الإكس بصفر، الإكس بصفر. لو حطينا الإكس بصفر في هذه المعادلة اللي هو اف اوف صفر، القيمة حتطلع كام بتساوي؟ حتطلع واحد، حط الإكس بصفر، إذا حيقطع حتطلع القيمة اف اوف صفر حتطلع واحد، إذا النقطة صفر وواحد هي نقطة تقاطع مع محور اللي هي نفس النقطة هذه. صفر واحد نقطة تقاطع مع محور واي، وواضح من الرسم انه ما فيش اي نقطة ثانية بتقطع محور واي غير النقطة هذه اللي هي عند الصفر والواحد. طيب لو بدنا نشوف تقاطع مع محور اكس حنحط الواي بصفر ونشوف القيمة. لاحظ انه تقاطع مع محور بنحط الاكس بصفر في قاعدة ايش؟ الاقتران. اخذنا الاكس بصفر طلع واي، لكن بدنا النقطة الثانية احنا زي ما بنحكي بنقول بدنا تقاطع مع محور. لاحظ انه ما بتقطعش اصلا مع محور، لانه لو جينا حطينا الواي بصفر، لو حطينا الواي بصفر هنا انه اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع زائد واحد، فالاكس تربيع زائد واحد هناخد الاكس تربيع زائد واحد هذه، هناخد الاكس تربيع زائد واحد هذه ونسويها بالصفر، فلما نسويها بالصفر بصير عندي اكس تربيع بتساوي سالب واحد، وبالتالي عندي هنا الجذرين حيكونين تخيليين وبالتالي مش موجود، او الجذر مش موجود او لا يمكن انه يقطع هذا المنحنى يقطع محور اللي هو السينات او محور اكس. لاحظ انه لما نقول لما نقول انه ما فيش له جذر بمعنى ان المنحنى لا يقطع محور السينات، لا يقطع محور اكس، وبالتالي هنا بنقول هذه المعادله ما لهاش حلول او ما لهاش جذر. وبالتالي عندي هنا في عندي مثال ثاني او مثال ثالث نقدر نحكي عنه اللي هو اف اوف اكس بتساوي ناقص اكس تربيع زائد 3. لاحظ هذا المثال في عده شغلات، اول شيء انه معامل الاكس تربيع اللي هو بيساوي سالب يعني اقل من الصفر، يعني بمعنى انه فتحه المنحنى حتكون لوين؟ لاسفل، فتحه المنحنى حتكون لاسفل. طيب البي عندي اللي هي معامل الاكس مش موجوده، البي بتساوي صفر، سي بتساوي كام؟ 3. طيب اذا المجال او فتحه المنحنى حتكون من اسفل لانه الاي بتساوي سالب واحد، والمجال عندي اللي هو الاعداد الحقيقيه. طب راس المنحنى اكس راح تساوي كام؟ ناقص بي على 2 ايه حتساوي كام؟ صفر. عند قيمه الداله او قيمه الاقتران عند الصفر الواي بتساوي اف اوف صفر بيساوي اللي هو كام؟ 3. اذا النقطه اللي عندي موجوده هي صفر صفر وثلاثة. طيب برأس المنحنى عند القيمة صفر وثلاثة. لو جينا نشوف رأس المنحنى هاي الشكل عندي هنا موجود، رأس المنحنى عند النقطة صفر وثلاثة والمنحنى إلى أسفل، لكن في عندي تقاطع مع محور واي، وزي ما قلنا بنحط الإكس بصفر، بنحط الإكس بصفر بنجيب نقطة تقاطع مع الواي. لاحظوا إنه عند تقاطع مع محور واي اخذنا الاكس بصفر، اف اوف صفر هتطلع كام بتساوي 3، اذا النقطه هي كام؟ هي صفر وثلاثه. طب بدنا تقاطع مع محور اكس، راح نحط الواي بصفر الان، اذا حطينا الواي بصفر بنضطر نحل المعادله اللي هي المعادله
هنضطر نحل المعادلة ناقص إكس تربيع، طبعا ناقص إكس تربيع بتساوي 3، إذا لو حطيناها بتساوي 0، عوضنا عنها بتساوي 0، هنلاحظ إنه إكس تربيع بتساوي 3، إذا الإكس بتساوي موجب أو سالب 3، وبالتالي الإكس لها قيمتين، لها حلين، سالب 3 وموجب 3، وبالتالي في الحالة هذه بعد ما نحط طبعا الواي بصفر نحل هذه المعادلة، حيطلع معي اللي هو انه بتقطع منحنى السينات او منحنى اكس في نقطتين، مرة عند السالب 3 عند جذر السالب 3، ومرة عند الموجب عفوا جذر السالب 3، وعند اللي هو السالب او جذر السالب 3، اذا نقطتين في بقطعن اللي هو المنحنى، هاي نقطة هنا نقطة هنا ونقطة هنا، بقطعن محور السينات. طبعا هذه النقاط تقاطع بنسميها حلول المعادلة أو جذور المعادلة على حسب ما بدك تسميها أنت بتسميها. طبعا نيجي هنا للمثال الرابع f of x بيساوي x تربيع زائد 4x. من الصورة العامة للإلكترون التربيع هنلاحظ إنه الـ a بتساوي 1 والـ b بتساوي 4 والـ c بتساوي كام؟ 0، والـ c بتساوي اللي هو 0. طيب فتحة المنحنى طبعا حتكون لأعلى أو من أعلى، لأنه عندي معامل الـ x تربيع a هو إيش؟ هو بيساوي 1 أكبر من الصفر. طب مجال الإقتران عندي اللي هو الـ r. طيب رأس المنحنى عند x بتساوي ناقص b على 2a، يبقى ناقص 4 على 2 في 1 هيساوي سالب 2. طيب سالب 2 عوض عن السالب 2 في قيمة الدالة أو في قاعدة الإقتران، y بتساوي f في سالب 2، هيطلع معي كام؟ سالب 2 أس 2 زائد 4 في سالب 2 هيطلع 4 ناقص 8 اللي هيطلع سالب 4. إذا النقطة اللي عندي وهي نقطة رأس المنحنى هتكون عندي سالب 2 وسالب 4. طيب بنحددها على المستوى، سالب 2 وسالب 4 بنحددها على المستوى بهذا الشكل، هتكون عندي هي النقطة هذه هي سالب 2 سالب 4. طيب نيجي الآن بدنا نشوف تقاطع مع محور واي. طبعا تقاطع مع محور واي كما ذكرنا في المثال السابق بنحط او بنوضع قيمة x بتساوي 0 وبنشوف قيمة y. لو حطينا في المعادلة او في قاعة الإقتران x بصفر، f of 0 حتساوي كام؟ عند الـ x بصفر 0 تربيع زائد 0 او 4 في 0 تربيع حيساوي 0، وبالتالي النقطة 0 و 0 هي نقطة تقاطع مع محور y. النقطة 0 و 0 بتقاطع المنحنى مع محور y. طيب نيجي نشوف تقاطعه مع محور x، هنحط الواي بصفر، هنحط الاقتران نفسه قيمته مساوية لمين؟ للصفر. وهنلاحظ انه نيجي هنا للاقتران نفسه، هنلاحظ انه نحله بطريقة شفوية او مباشرة من هنا، او بنترك لكم اياه تحلوه في البيت، بس راح احل لكم اياه بطريقة اللي هو على بشكل مباشر. x تربيع زائد 4x بدي اسويها بكام؟ بدي اسويها بالصفر، هذا اللي بدي اياه، بدي اساوي هذه بالصفر، راح تطلع معي قيمتين، هذا اللي بدي اياه، راح تطلع معي قيمتين، قيمتين ل x لانه عندي تربيع، حنختار القيمتين هذول، نشوف القيمتين هذول كان بيساوي عند ما تكون قيمة الدالة هذه بتساوي صفر، هذول القيمتين هنا بكون جذرين المعادلة، وبالتالي حتطلع القيمة الأولى أيها هنا ممكن تكون صفر. القيمة الأولى هي بقطعوا هنا في محور السينات بقطعوا في النقطة هذه، ومن في النقطة الثانية حتكون النقطة هذه حتكون قيمة بالسالب. تمام، هذه ممكن نترك لكم إياها تجربوها في البيت. هذا بالنسبة للي هو المنحنى أو منحنى اللي هو الإقتران التربيع. نشوف الإقتران الأسي. طبعا هنا في حاجة أو أفكار بدنا نحكيها. في الإقتران الأسي ممكن يكون على شكل f of x بكون على شكل f of x بتساوي اللي هو a أس x، قيمة ثابتة ل a
والاكس هي مين اللي عندي، اللي هو المتغير المستقل. طبعا احنا بنعرف انه الداله او اف اوف اكس بتساوي واي، في عندي حاجه اسمها متغير تابع او متغير مستقل، زي ما في معادله من الدرجه الاولى وفي معادله من الدرجه الثانيه. فاي معادله في المتغير التابع وفي المتغير المستقل. التابع عندي هنا اللي هو الاف اوف اكس، والمستقل هو مين؟ قيمه اكس. طيب الداله الان مش في الاساس عندي اللي هو قيمه اكس، عندي في الاس. المتغير عندي المتغير المستقل موجود في في في, في الاس مش في الاساس، وبالتالي بنسميه اقتران اسي، اقتران اسي. طيب مجال هذا الاقتران هو دائما بيكون ار، ومداه هو الفتره من صفر الى ما نهايه حسب قيم ا، حسب قيم ايه الموجبه، وحسب طبعا قيم ايه الموجبه بنلاحظ انه في عندي حالتين. في عندي حاله انه هيكون الاقتران اقتران بسميه او الاقتران النمو الاسي، في اقتران بعد هيك حنشوف الاقتران الحاله الثانيه اللي هو الاقتران الاضمحلال، اقتران الاضمحلال. طيب بغض النظر عن التسميه خلينا نشوف المفهوم الرياضي له. الحاله الاولى انه تكون عندي A اكبر من 1، لما تكون الA اكبر من 1 بمعنى انه الA ما بتاخذش القيمه 1، بتاخذ قيمه اكبر من الواحد، ما فيش عندي يساوي هنا، ما بتاخذش 1 واكبر لا، وهي طبعا دائما اكبر من الصفر، دائما اكبر من الصفر. هنلاحظ انه الاكس اللي هو مجال الاقتران هياخذ الار، جميع قيم الار من سالب ما لا نهايه الى موجب ما لا نهايه. طبعا في الحاله هذه الاقتران يقترب من الصفر كلما اقتربت او اقتربت اكس من مين، او اقتربت اكس في من الصفر او غلط في الصغر بنقول عنها، او بنقول انه اقتربت من الصفر. فالاف اوف اكس دائما بنقول عنها بتساوي صفر كلما اللي هو الاكس اقتربت من السالب منا، بينما تكبر قيمه الاف اوف اكس كلما كبرت اكس، بحيث ان اف اوف اكس بتروح لوين؟ للما لا نهايه، عندما الاكس بتروح للما لا نهايه. لماذا؟ ليش هذا الكلام صحيح؟ لانه اذا اكس عندي اخذتها بقيمه سالبه، بقيمه سالبه تمام؟ حيصير عندي اللي هو الاس بالسالب حيكون مقلوب لهذا العدد، مقلوب لهذا العدد. فايش مكانه الاي وهي اكبر من واحد؟ حيكون واحد على مقدار صغير جدا، فحتروح لوين؟ مقدار صغير جدا حتروح ل اللي هو الما لا نهايه. لكن لو كانت عندي الاكس هذه موجبه وهذا كبير، طبعا الاي طبعا احنا قلنا عنها اكبر من الواحد، والاكس هذه حتروح في الكبر حتكون ما لا نهايه وعدد اكبر من واحد، فحيروح كله الى عدد كبير جدا، حنقول عنه انه الاف اوف اكس ايضا عندها حتكون بتروح للما لا نهايه، بتروح للما لا نهايه. الشكل العام للاقتران، الشكل العام للاقتران عندي صورة هذا الاقتران دائما بتكون على شكل من سالب ما لا نهايه بيجي عند الصفر، عند الصفر طبعا الداله بتروح ل اللي هو بتكون عند السالب ما لا، عند اكس بتساوي سالب ما لا نهايه، بتقترب قيمة الدالة من، لاحظوا على الشكل، تقترب قيمة الدالة من مين؟ من الصفر. كلما راحت او اقتربت الاكس من السالب ما لا نهاية بتروح قيمة الدالة لمين؟ للصفر. وكلما كبرت قيمة اكس راحت الى الما لا نهاية هنا، قيمة الدالة بتروح وين؟ الى الما لا نهاية في اللي هو الكبر، على حسب قيمة اكس. زي ما حكينا اكس بتروح للسالب ما لا نهاية، الاف اوف اكس حتروح لمين هنا؟ حتروح للصفر. والاكس بتروح لوين؟ للسالب ما لا نهاية. وطبعا الاكس بتروح للما لا نهاية، برضه الاف اوف اكس في الحالة هذه حتروح للما لا نهاية. هذه كلهيتها بالنسبة للاقتران، للاقتران الاسي اللي موجود عندي. هذا الشكل العام اللي ممكن يكون رسم له او مخطط له. خلينا نشوف كمان اللي هو طبعا نقاط التقاطع، لإيجاد نقاط تقاطع منحنى الاقتران مع محور واي. طبعا في العادة بنحط انه اكس بتساوي صفر، وحكينا عنه في المثل في الأمثلة السابقة. وفي عندي على حسب قاعة الاقتران بنجيب قيمة الاف اوف اكس، وبتكون نقطة التقاطع هي صفر واف اوف صفر. تمام؟ ناخذ مثال على منحنيات الاقترانات التالية. نشوف المثال الأول. نشوف المثال الأول. اف اوف اكس بتساوي 3 أو 6. لاحظوا انه طبعا حتى ما نكونش عندنا، حتى تكون الامور عندنا واضحه وموضحه واوضح من هيك، انه ممكن يكون هنا في رقم، يعني ممكن يكون في عامل
مقابل او امام اللي هو الـ A اس اكس. انا اعتبرت انه الـ A هنا بتساوي 1، لكن ممكن يكون في عندي رقم هنا B ايضا كمان لو معامل للدالة الاسية، معامل للاقتران الاسي، وهذا عادي شيء طبيعي ممكن يكون موجود، ما فيش لكن ما فيش اي مشكلة في التعامل معه، فيش اي مشكلة في التعامل معه. نشوف اول شيء نحدد الـ A عندي، لاحظ انه الـ A مالها اكبر من، هنلاحظ انه الـ A اكبر من اللي هو الواحد، الاي بتساوي 3 اكبر من 1. طيب ما دام الاي اكبر من 1 عندي، نيجي الان حيكون المنحنى بهذا الشكل، حيكون المنحنى بهذا الشكل، بيجي من سالب ما لا نهايه وبروح الى اللي هو ما لا نهايه. طيب بدنا نشوف في قاعه الاقتران، بدنا نشوف نقطه تقاطع مع محور واي. نقطة التقاطع مع محور واي عادة بنقول انه الاكس بتساوي، بنحط الاكس بتساوي صفر، هاي الاكس بتساوي صفر، وبنشوف نقطة التقاطع مع محور واي. لما اخذنا الاكس بصفر طلع قيمة الدالة اف اوف صفر 3 اس صفر حتساوي 1، إذا عند النقطة كام؟ صفر وواحد، هذه نقطة التقاطع مع محور واي. إذا هذه الدالة عند الواحد بنيجي بنرسمها بهذا الشكل، من سالب ما لا نهاية بنضلنا طالعين فيها إلى ما لا نهاية. طبعا الاكس كلما زادت كلما زادت قيمه واي، والاكس كلما صغرت كلما قلت قيمه الواي واقتربت من الصفر. طيب المثال الثاني هنلاحظ انه اف اوف اكس بتساوي 4 اس اكس زائد 1، ما اختلفش كثير ان الاربعه عندي اكبر من 1 ايضا، فحيكون نفس المنحنى اللي عندي هذا. نفس الشيء 2 عندي في المثال الثالث، اف اوف اكس بتساوي 2 اس 3 اكس ناقص 1، برضه نفس الشيء 2 عندي اكبر من 1، اذا حيكون عندي بهذا الشكل. طيب نيجي الان نشوف الحالة الثانية اللي عندي، راح اسميها الاضمحلال. لاحظوا انه في الحالة السابقة كان المنحنى بهذا الشكل، كان المنحنى من سالب ما لا نهاية بروح وبطلع بهذا الشكل. الآن راح يكون عندي من لما يكون الـ A عندي من صفر إلى واحد، حيكون المنحنى جاي بالعكس، راح نشوف هذا الكلام. هاي المنحنى عندي هنا، المنحنى جاي عندي من الموجب ما لا نهاية، من ما لا نهاية من فوق، عندما تكون الإكس بتروح للسالب ما لا نهاية، بروح للموجب ما لا نهاية. لكن كلما اقتربت قيمة X من الصفر، اقتربت قيمة X أو ذهبت X إلى المالا نهاية، تقترب قيمة Y من الصفر، على العكس من اللي هو الحالة الأولى، لأنه A عندي هتكون على شكل كسر. ما دام قلت إنه الـ A عندي من صفر لواحد، أنا بحكي عن الـ A عندي من الصفر للواحد، إذا هي على شكل كسر، وبالتالي الكسر كل ما زاد الأس تبعه أو الأس تبعه المقدار الكلي بينقص. يعني لما نقول نص أس 2 هتطلع ربع، طب لو قلنا النص أس 3 هتطلع ثمن، وبالتالي أنا عندي كل ما زاد قيمة الأس بكون المقدار كله أو قيمة الدالة بتروح بإيش؟ في الصغر، وبالتالي اف اوف اكس هنا عندي اي اس اكس اللي عندي اقل من واحد، اذا كل ما كبرت الاكس كل ما قلت قيمه الداله اف اوف اكس اللي هي الواي، وبالتالي حتقترب من الصفر. طيب نقطه التقاطع طبعا بنحددها انه ناخذ الاكس بتساوي صفر وبنشوف قيمه الاف اوف اكس، هذه نقطه التقاطع. نشوف مثال على هذا الكلام. هناخذ المثال، المثال عندي بيقول ارسم شكلا عاما لمنحنيات الاقتران التالية. نشوف شكلا عاما لمنحنيات الاقتران التالية. عندي اف اوف اكس بتساوي نص اس اكس، وعندي الـ رقم 2 المثال الثاني 3 على 4، طبعا النص اقل من 1، 3 على 4 مالها؟ برضو اقل من 1، ما بين الصفر و1، هتساوي او اس اكس ناقص 2. في المثال الثالث عندي 2 على 5 برضو اقل من 1، والاس تبعها 2 اكس زائد 1. لاحظوا انه الـ A دائما هتساوي في المثال الاول هتكون بتساوي نص وبالتالي اقل من 1، اذا قاعدة الاقتران بنحط الـ X بتساوي صفر، عندها بدنا نحدد اللي هو نقطة التقاطع مع محور Y. هنلاحظ انه عند الـ X بتساوي صفر الـ F اوف صفر هتساوي نص والصفر هتساوي 1، اذا النقطة عندي هي كام؟ هي صفر و1، هذه النقطة الموجودة عندي.
تمام. اذا المنحنى بهذا الشكل حيكون جاي. نيجي ل اللي هو المثال الثاني اللي هو 3 على 4 الاس اكس ناقص 2، حتكون عندي الاي بتساوي 3 على 4، هذه اكبر طبعا اقل من 1، واضحه واضح انها اقل من 1. حنيجي الان لا اللي هو نحط الاف بتساوي 0، الاكس بتساوي 0، ونشوف قيمه الاف عند الصفر، فحتطلع 3 على 4 اس 0 ناقص 2، حتطلع 3 على 4 اس ناقص 2، حتطلع 3 اس ناقص 2 على 4 اس ناقص 2 اللي هي بنعكسها مع لانها بالسالب، نعكس البسط نخليه مقام والمقام بنخليه بسط حتى نحولهم لموجب، حيطلع 16 على 16 على 9. اذا النقطة اللي عندي حتكون 0، نقطة تقاطع مع محور واي عند الصفر، طبعا احنا ناخذ عند الصفر، طلعت القيمة كام؟ 16 على 9، وبالتالي عندي نقطة تقاطع هذه 0 مع 16 على 9. نشوف المثال الثالث، المثال الثالث بيقول لي انه الـ A بتساوي 2 على 5، وهذه بطبيعة الحال أقل من 1 وأكبر من الصفر طبعا. طيب هنعوض عنها، هناخد قيمة X بتساوي 0 ونشوف نقطة التقاطع مع محور Y. يبقى 0 عندي 2 على 5 أس 2 في 0 زائد على حسب قاعدة الاقتران الأس اللي عندي، يبقى 2 على 5 0 زائد 1 بيطلع 2 على 5. نقطة التقاطع مع محور Y هتطلع كام؟ 0 و2 على 5، 0 و2 على 5 هتطلع عندي اللي هو النقطة اللي موجودة عندي هاي. هذا بنسميه الاقتران الأسي في حالة ما تكون الاي، أو بنسميه اقتران الاضمحلال في الحالة هذه، لما يكون عندي اللي هو الاي أقل من الواحد وأكبر من الصفر بنسميه اقتران أسي أو اقتران الاضمحلال الأسي. هناك اقتران النمو بنسميه، لأنه في عندي نمو في الدالة إلى أعلى، كلما زادت إلى المال النهاية بتزيد قيمة اللي هو الاف اوف اكس، لكن هنا كلما اقتربنا أو ذهبنا إلى المال النهاية كلما قلت قيمة الدالة أو قيمة الاقتران، واقتربت من مين؟ من الصفر، واقتربت من الصفر. طيب نيجي الآن للاقتران الأسي الطبيعي، الاقتران الأسي الطبيعي، إيش الاقتران الأسي الطبيعي؟ بنسميها الدالة اللوغاريتمية إحنا، أو اللوغاريتم الطبيعي، النيتشرال اللوغاريتم. طبعاً في حاجة اسمها خلينا نحكي عنها اللي هو الاقتران بشكل عام، من وين أجت الفكرة بتاعت إنه الاقتران أسي أو اقتران أسي طبيعي؟ ودالة أسية ودالة لوغاريتمية، من أجل الأفكار هذه كلها؟ خلينا نشوف. أنا بعرف أنه لو أخذنا مثال بسيط جدا، أخذنا 4 أس 2 بتساوي 16، أنا كتبها هنا بشكل على هامش الورقة أنه 4 أس 2 بتساوي 16. الآن هذه بنسميها عبارة أسية على شكل دالة أسية، لو أخذنا X أو A أس X بيساوي مثلا 16، تمام؟ في الحالة هذه بنسميها إيش؟ دالة أسية. طيب بدنا نحولها لعبارة لوغاريتمية، نحولها لعبارة، كيف تتحول لعبارة لوغاريتمية؟ انه لوغاريتم ال 16 اللي هو النتيجة، النتيجة هذه ال 16 هي النتيجة للأساس، هذا طبعا بنسميه الأساس وهذا بنسميه الأس، الاثنين الأس. إذا لوغاريتم ال 16 اللي هو النتيجة للأساس 4 بيساوي كام؟ 2 اللي هو الأس، تمام؟ إذا حولنا العبارة الأسية هذه إلى عبارة لوغاريتمية. طبعا أنا هدخل في الموضوع مباشرة لأنه أكيد في عندكم فكرة سابقة عن هذا الكلام. بالنسبة للإقتران الأسي الطبيعي اللي هي الـ E أس X، أنا من شوية أخذنا أنه عدد عندي A أس X، كنا نسميها دالة أسية أو دالة أو إقتران أسي. طب ليش سميناها طبيعي؟ لأنه أخذنا الأساس بمقدار ثابت اللي هو الـ E، وهذا E قيمة متعارف عليها اللي هو 2.7 من 10، 2.7 من 10 او 2.72%، هذا بنسميه العدد النيبيلي. هذا حالة خاصة من الدالة الأسية، حالة خاصة من الدالة الأسية. الآن بقدر احول هذا الكلام من دالة او من عبارة أسية الى عبارة لوغاريتمية؟ بقدر، لانه انا هياتني حولت عبارة أسية عادية الى عبارة لوغاريتمية. طيب لو شلت كلمة لوج وحطيت الأساس بدل ما هو 4 كان عندي E اللي هو 2.7 من 10، هيختلف الأمر؟ مش هيختلف كثير، بقدر أقول لوج اللوج اللوج ال 16 مثلا للأساس E، لكن أنا بدي أشيل الأربعة وأكتب بدالها إيش؟ E. في الحالة هذه بقدر أقول إنه اللوج نقدر نحوله لإيش؟ للن، أو نعطيله حالة خاصة أو صبغة خاصة بنعطيله، إنه بدل ما يكون عندي بشكل عام لوج لوج، أنا بقدر أقول لن،
في حالة ما تكون الأساس عندي كام؟ هو 2.7 أو 2.72% اللي هو قيمة E. طيب هنشوف هذا الكلام بالتفصيل الآن. بقول لي أرسم منحنيات، أرسم شكلا عاما لمنحنيات الإلكترونات التالية. طبعا F of X بتساوي E أس 3X. لاحظوا أنه عند الصفر، لاحظوا أنه هذا المنحنى كأني بقول أنه بدل الـ E، بدل الـ A اللي كانت عندي A في الإقتران الأسي، هاخد 2.7 اللي أنا عارفها، 2.7 الـ E قيمة ثابتة. وهنا نفس الشيء في المثال الثاني، بدل ما بدي أخد A قيمة معينة بدي أخدها اللي هي 2.7 أو 2.7 أس X تربيع، 2.7 أس 5X زائد 10 وهكذا. وهنا 2.7 أس 3X، هذه دالة أسية. طيب عشان ارسمها اول حاجه 2.7 الاي مالها اكبر من مين؟ اكبر من الواحد، وبالتالي في عندي داله نمو اللي هو نمو اسي. تمام. فبالتالي عندما تكون الاكس بتساوي صفر هيكون عند المقدار هذا كله بيساوي كام؟ واحد. دائما حط الاكس بصفر في اي داله فيها الاس بصفر، لما يكون الاكس بصفر هيطلع القيمه كام؟ بتساوي واحد. طب نيجي في اللي هو في الاقتران الثاني، شوف في الاقتران الثاني ايش بصير معي. انا عندي اخذنا عند الاكس بصفر، عند الاكس بصفر لانه في عندي انا اي اس اكس زائد 10 او 5 اكس زائد 10 انا، فهيكون عندي اي اس 5 في صفر زائد 10، وبالتالي اي اس 10 يبقى حيطلع عندي انا كام؟ اي اس 10. إذا النقطة التقاطع حتكون في المرة الأولى هي صفر وواحد مع محور واي، في المرة الثانية كانت كام؟ صفر وإي أس 10 مع محور واي. طبعا مش حتكون هنا بالشكل المنطقي هنا، يعني قريبة جدا، يمكن تكون هنا فوق أعلى شوية، لكن إحنا بنرسم رسم تقريبا تقريبي أو كروكي. طيب نيجي في المثال السابق، في المثال الثالث حناخد إنه عندي اف اوف اكس بتساوي اكس اكس تربيع. هناخذ الاف اوف صفر اللي هي عند القيمه اكس بتساوي صفر، ونشوف قديش القيمه. اف اوف صفر اي اس صفر تربيع، هتطلع اي اس صفر هتطلع بتساوي واحد، وبالتالي النقطه صفر وواحد هي نقطه اللي هو الاقتران، نقطه تقاطع مع محور مين؟ مع محور واي. طيب هذا بالنسبه للاقتران الاسي. طيب نشوف عندنا الاقتران اللوغاريتمي. شوية حكيت انه انا عندي الاساس انه انا بقدر احول من اي علاقة اسية بقدر احول، او من اي دالة اسية بقدر احولها لدالة لوغاريتمية. بمعنى انه لما اخذنا اللي هو 4 اس 2 بتساوي 16، 4 اس 2 بتساوي 16، لو جينا قلنا 4 أس 2 هتساوي كام؟ 16. تمام؟ طيب حولها للوغاريتم، قلنا الأساس بنقول لوج للأساس 4 لل 16 اللي هو النتيجة بيساوي كام؟ بيساوي 2. تمام؟ هذا الكلام تمام. إذا لوج، إذا هذه دالة أسية. طيب هاي دالة مالها؟ دالة اللي هو لوغاريتمية. طيب احنا هنشوف هذا الكلام بانه نقدر نحول الدالة الأسية الى دالة اللي هو لوغاريتمية. تمام. طيب اذا نعرف الاقتران اللوغاريتمي على انه هو اقتران على صورة اف اوف اكس بيساوي لوج او لوغاريتم للاساس A للعدد X. طبعا A حيكون عدد حقيقي موجب ولا يساوي اللي هو مين؟ الواحد. مجال الاقتران F of X هو من صفر الى ما لا نهايه، ومدى اللي هو مين؟ اللي هو الاعداد الحقيقي، طبعا في للاقتران هذا، الاقتران اللي هو اللوغاريتمي، في حاجة اسمها خط التقارب، خط تقارب رأسي
طبعا هذا خط التقارب الرأسي بكون طبعا عند اكس بتساوي صفر، اللي هو بنشوف وين خط التقارب كما يقطع محور اكس عند اكس بتساوي اللي هو مين، اللي هو واحد. هذا بالنسبة ل اللي هو الدالة اللوغاريتمية. ولاحظوا انها في الرسم عكس الدالة الأسية، عكس الدالة الأسية. طيب نشوف مثال على هذا الكلام ونشوف كيف بنحدد المحاور. في عندي مثال بسيط بقول لي ارسم شكلا عاما لمنحنيات الالكترونات التالية موضحا شو نقطة تقاطع كلا منها مع محور اكس، هي شغلة. وكذلك معادلة خط التقارب الرأسي اللي هو طبعا عند اكس لكل منها. نشوف اول شيء، في عندي اف اوف اكس بيساوي لوج الاكس للاساس كام؟ 3، او لوج الاكس للاساس 3. وهنا عندي لوج 3 اكس للاساس 4، هنا لوج في السؤال رقم 3 اكس ناقص 3 للاساس 5. طيب وفي عندي مثال رابع لوج 2 اكس زائد 1 للاساس 9. طيب نشوف كيف بدنا نرسم منحنيات ونوضح نقطة التقاطع اللي هو كل منها مع محور اكس. نشوف اول شيء راح نشوف نحط اكس بتساوي 1 عند النقطة اكس بتساوي 1، هاي النقطة اكس بتساوي 1. منحنى الاقتران يقطع محور اكس عند اكس بتساوي 1، لانه بيجي من السالب ما لا نهاية وبطلع بهذا الشكل، لو اخذنا اكس بتساوي 0 هنلاحظ انه معادلة خط التقارب، طبعا معادلة خط محور التقارب وهي عند اكس بتساوي 0 اي محور واي. هنلاحظ انه هنا لما يكون الاكس بتساوي 0، هاي النقطة اكس بتساوي 0، هذا محور اكس بتساوي 0 كله تمام بهذا الشكل. اذا حيكون خط تقارب الى مين؟ الى المنحنى هذا عند المالانهاية، عند السالب مالانهاية عفوا. تمام؟ اذا مرة بنوضع اكس بتساوي 1 ومرة بنوضع اكس بتساوي كام؟ 0. طبعا هنا بنجيب نقطة اللي هو التقاطع مع محور اكس، وهنا بنشوف خط التقارب تبعه وين موجود. نشوف المثال الثاني. المثال الثاني، لو اخذنا المثال الثاني بيقول انه f of x بتساوي log 3x عند الاساس 4، بناخذ انه ال 3x عندي بتساوي كام؟ 1، قيمة الدالة 3x بتساوي او ال f of x او قيمة الدالة او النتيجة عفوا اللي هي 3x بتساوي كام؟ 1، وبالتالي عندي ال x بتساوي ثلث، وهي نقطة تقاطع منحنى الاقتران مع محور x. عندي بناخذ انه في الحالة الثانية بنساوي قيمة الدالة أو قيمة النتيجة عفوا اللي هي 3x f of x أو 3x بتساوي 0، هذا بيؤدي لأنه الاكس بتساوي 0، إذا هي معادلة محور التقارب الرأسي للإقتران. إذا هي محور اللي هو x بتساوي 0 بنضلنا ماشيين فيه للآخر، هذا بكون محور تقارب، وعند النقطة 0 وثلث بتكون هي نقطة التقاطع، نقطة التقاطع. طبعا هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للي هو كيف نرسم منحنى الدالة الأسية. طبعا مثال ثلاثة بنفس الآلية، بناخذ اللي هو 3x بتكون بتساوي كام؟ 1، ومرة 3x بنسويها بالصفر وبنحدد خط التقارب عندي، حيطلع معي اللي هو حنشوف كيف حيطلع معي بيساوي كام. اذا لو اخذنا اكس هنا في المعادله هذه رقم 3، انه 3 او اكس ناقص 3 بتساوي اللي هو 1، حتكون عندي الاكس بتساوي 4، اذا منحنى الاقتران بيقطع عند اكس بتساوي 4، لاحظوا عند النقطه اكس بتساوي 4. طيب خط التقارب هذا اللي هو كام؟ انه اكس ناقص 3 بتساوي 0، وبالتالي الاكس بتساوي 3، اذا هذا خط التقارب عند الاكس بتساوي 3 هي نقطه او خط تقارب اللي هو لمين؟ لا اللي هو منحنى الدالة اللوغاريتمية، منحنى الدالة اللوغاريتمية. طيب المثال الرابع نفس الشيء، نيجي للاقتران اللوغاريتمي الطبيعي. احنا قلنا الاقتران اللوغاريتمي بشكل عام لأي أساس، لو جينا حددنا أي أساس بنسميه اقتران لوغاريتمي.
لأي أساس عندي A A B C أي رقم أي عدد من الأعداد الحقية نسميه لوغاريتم عادي، لكن إذا اخترنا إنه الأساس يكون عندي للأساس يكون عندي 2.7 أو 2.72%، هذا بنسميه لوغاريتم شو؟ لوغاريتم، نعطيه حالة خاصة، نعطيه لوغاريتم طبيعي، وبالتالي بنرمز له بالرامز لين الإكس. نوهت له في بداية الفقرة إنه هذا رح نرمز له بالرامز لين، على أساس إنه الكلام هذا مبني على أساس إنه الأساس تبع اللوغاريتم هو بيساوي اللي هو اللوغاريتم الطبيعي أو العدد النيبيري إي بتساوي 2.72%. ناخذ مثال ونشوف كيف بدنا نوضح فكرة اللي هو اللوغاريتم أو الاقتران اللوغاريتم الطبيعي. تمام، المثال بقول لي كالتالي، المثال بقول لي كالتالي: ارسم شكلا عاما لمنحنيات الاقترانات التالية مبينا نقطة تقاطعها مع محور X. بدنا نقطة تقاطعها مع مين؟ مع محور X، ومعادلة خط التقارب، ومعادلة خط تقارب كلا منها. طيب نشوف الأول، f of x بيساوي على اعتبار انه الاساس دائما انا كام؟ اي. على اعتبار انه الاساس اي، لو ممكن اكتبها على شكل لوج، لوج ويكون الاساس عندي اللي هو الاي 2.72%، عادي ما فيش اي مشكله. انا اكتبها لين، اكتبها لوج، بس احدد نوع الاساس اللي عندي، نوع الاساس اللي عندي او قيمه الاساس. اذا في عندي هنا f of x، طبعا ضمننا نعرف انا انه الاساس اي اللي هو x ناقص 1. طبعا هناخد x ناقص 1 بتساوي 1، ومنها ال x بتساوي كام؟ 2. اذا المنحنى يقطع محور x عند النقطة كام؟ عند x بتساوي 2. طيب خط التقارب اللي عندي حيكون عندي اللي هو x ناقص 1 بتساوي كام؟ 0، بنساويها بالصفر. اذا في عندي x بتساوي كام؟ 1، وهي معادلة خط تقارب منحنى الاقتران، خط تقارب منحنى الاقتران. طيب نيجي الان للمثال الثاني. المثال الثاني نفس القصة، راح اتعامل معه بنفس الطريقة، انه حاخد 2x زائد 3، مرة اسويها بالواحد ومرة اسويها بالصفر. في الحالة الاولى بحدد اللي هو محور التقاطع مع محور x، عند حتطلع القيمة لو عوضنا عنها حتطلع القيمة عند x بتساوي ناقص 1، اللي هي القيمة هنا هذا الشكل. عند القيمة ناقص 1، وعندي عند اللي هو خط التقارب حتطلع عند الاكس بتساوي ناقص 3، وهي معادلة خط التقارب الراسي. عند الاكس بتساوي ناقص، عفوا، ناقص 3 على 2، هيكون هذا هو خط التقارب الراسي. عند ناقص 3 على 2 هذا عنده بتصير قيمة الدالة تقترب من هذا الخط في اللي هو عند السالب ما لا او في ما لا نهاية، هتكون قيمتها بتساوي قيمة الدالة في ما لا نهاية عندما تقترب قيمة اكس من هذا الخط، تقترب قيمة x من هذا الخط. بنقدر نتوقف هنا عند ننهي هذه الفقرة المحاضرة، على أساس نكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية ونشوف العلاقة بين الاقتران الأسي والاقتران اللوغاريتمي لنفس الأساس. نتوقف عند هنا وشكرا لمتابعتكم.